بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 26/10/2012 الشهيد بإذن الله عز وجل وإن شاء الله محمد عيسى خلف أبو جعفر. طبعا الشهيد كان يسعف الجرحى إلى مشفى درعا الوطني، وإثناء إسعافه للجرحى عاد من مشفى درعا الوطني باتجاه بيته، ولقد استهدفته قناصة الغدر والخيانة، قناصة بشار النعجة وليس الأسد، بشار النعجة. وبإذن الله إن دماء الفلسطينيين امتزجت مع دماء السوريين وكلنا مسلمون، وبإذن الله لن نستكين ولن نجلس في بيوتنا ولن يهنأ لنا بال ولن نقر لنا بعيش إلا بعد سقوط هذا الطاغية. وعلما كل مخيم درعا للفلسطينيين يعلم أن هذا الشاب والله الذي لا إله غيره من المحافظين على صلاة الفجر في جماعة، والله لم أعلم قط أنه ترك صلاة الفجر يوما واحد، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، كان يترك عمله ويذهب إلى الصلاة. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.